تاكسي دوارة من حارة لحارة، كل يوم قصة عن بلدنا وأسرارها. يوميات أبو عبدو كل يوم على صدى اف ام. تاكسي عمهلك عمهلك. وين طالع حجي؟ شلون بتسوقوا كنت روحتنا يا زلمة؟ لك لا توخزني حبيب، على القصر البلدي دا اطلع. اطلع حجي اطلع. يورا لك ايش يا حجي، شايفك تعبان ومشوب وعيفان حالك، ترى اذا بدك مساعده ها ابو عبدو ما بقصر. لك اوف تركها لربك احسن شي. اجمل والاغاني. لك خير حجي خير، ايش في ايش بكيت لك شو؟ لك صيام وشوب ومرمطوني وروح من هون وطالع هنيك وجيب هاي من الطابق 17 وانا روحي معي لو ما تزن. حسبي الله ونعم الوكيل. خير ليش، ايش في ايش القصه؟ لك بدهم الوصل تبع الضريبه. ايه ابن بنتي شقوا امبارح، رحنا بدنا نجيب عواضه معمالي لا رقمه عندهم. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه دخلنا غرفة الموظف، سناول من وراه سجل، سمك الغبرة عليه مترين، تقول من ايام عرشي مخبينه. ايه وشو ان شاء الله مشي الحال بالسجل، تزبط الوضع؟ والله ما التقى ولا شي، عدنا لك انا هو الموظف مبح بالزاغ نظري، وانا نظارات القريب مالهم معي، ما بقى يلتقى هالرقم. العمى على هالحكي. اي وشو ما قالوا لك ايش الحال، ايش تساوي بالسجل؟ بدنا نرجع نمشي بالمعامله من اول وجديد ونرجع ندفع الضريبه. حسبي الله ونعم الوكيل. والله يا حجي مثلك متايل، مثلك متايل. ابا يخلصونا من سيره هاي الدفاتر والارشيف والسجلات. لازم بقى هالشغل كله يصير الكتروني بقى. كل كتروني قلت لي؟ قصدك هذا الكمبيوتر؟ لك عندهم كلهم شفت عب كبسوا فيهم، عب بفتحوا اول بشكمبيل، عب بلعبوا فال مدري ايش. ايش شو؟ فال وشكمبيل؟ لانه هدول حطت لهم ياهن الدولة مشان الفال. اي الشغلات كلياتها لازم تتنظم وتتجوزع على الكمبيوترات بقى. هاي دفاتر معرضة للتلف، معرضة للحرق، لك معرضة للعفن كمان. ليش يعني اذا انحطت على الكمبيوتر ايش بصير؟ لك حجي هاي الشغلات كلياتها اذا تنظمت وتجوزعت على شبكة وحدة صدى اف ام بكبسة زر ببين كل شيء. بدل من غرف الارشيف الكل غرفة اكبر من بيتنا بكل مديرية. اي والله منيحة هالشغلات اذا ساوها، بس والله يا روحي السوج مو عليهم، السوج على اللي ما عم يراقبن يا روحي. يعني هلا ايش تتساوي ايش تتعمل؟ ما تقول لي تترجع تطالع الاوراق مرة الاخر وتتعذب. اوف ايش بدنا نعمل لك ابني، والله الروماتيزم هلكني، اولادي مسافرين، لا ماشي كل شيء. صدى الطرب من ايه نزلني هون 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 لك هون عند الباب. ايه بتمشي 100 متر لقدام. لك طول بالك حجي طول بالك، بس اصف نازل معك. ايش في لك شغله هون يعني؟ لا بس في موظف كل يوم باخذه وبرجعه، بركب بمشي لك شغلتك على السريع مشان ما تعذب. يي صحيح؟ والله الله بعت لي اياك من السماء، اول ما شفتك قلت هذا والله ابن حلال، تشبه ابني صبري، اول عم اول شافه. الله يرجع لك يا سالم غانم يا رب. يا الله سندني سندني ابني. يا الله هات ايدك حجي انزل. يا رب. يوميات ابو عبدو كل يوم على صدى اف ام. ايشو لك ابن اخوي ايشو؟ لك اين تموين؟ وين طالع ابوي؟ عبستان القصر. ايشو؟ على العزيزية بدي اروح. لك ايشو لك ابن اختي؟ بتعرف الدوار الاول بالاشرفية؟ ايه والله يا ابوي. ايه يا روحي استنونا يوب.